ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. نعم صدق الله العظيم، أحسنت. جائزة محجوب محمد صالح للصحافة السودانية هي ثلاث مجالات لمنح الجوائز. الجائزة الأولى التحقيق الصحفي، أيضا الصورة الصحفية، وأيضا الجائزة الثالثة هي أفضل مادة حول جائحة كورونا في أي من الأشكال الصحفية، أيضا جائزة تقديرية في مجال التصميم الصحفي. تأتي الجائزة هي في شخص الأستاذ محجوب محمد صالح، والذي تتلمذت على خبراته وقدراته في المجال الصحفي العديد من الأجيال. يأتي مجلس الأمناء وهو المختص بتنظيم كل ما يتعلق بالجائزة في كل عام. الآن كلمة مجلس الأمناء مع الأستاذ خالد التجاني النور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى أيها الحفل الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. يطيب لي باسم مجلس أمناء جائزة محجوب محمد صالح للصحافة السودانية أن أحيي جمعكم الكريم الذي أضفى حضوره البهي هذا المساء ألقا على احتفاء مستحق بالصحافة السودانية لدورها الوطني المشهود في خدمة المجتمع السوداني لسنوات تجاوزت 100 عام بـ20. وأرجو أن تسمحوا لي أن أحيي باسمكم جميعا أستاذ الأجيال محجوب محمد صالح، صاحب القلم الذهبي، كاتبا مرموقا وصحافيا عريقا ومكرما دوليا عن استحقاق وجدارة، وقد أسهم بدور بارز معلوم في كتابة سفر مجيد للصحافة السودانية. ولئن أسست هذه الجائزة الفريدة تكريما لعطائه المتميز في تاريخ السودان الحديث، فإنه ينطوي كذلك على معنى التقدير الممتد لكل أبكار الصحفيين الكبار الذين أسهموا في ترسيخ دور الصحافة السودانية في بلادنا العزيزة، كما أنها تحمل رسالة عميقة ورمزية مهمة لتعزيز تواصل الأجيال وتراكم المعرفة والخبرة في المجال الإعلامي. نلتقي بجمعكم اليوم في فعالية الاحتفاء بالذين نالوا قصب السبق فوزا بالجائزة في دورتها الثالثة التي تأخرت لعام، وتعلمون كيف حبست جائحة كورونا العالم أجمع عن سير الحياة المعتادة في شتى مناحيها. ولعل ما يجعل لهذه الدورة من الجائزة ميزة ذات مغزى أنها خصصت لتتنافس حصرا عليها بين فئة الشباب من جيل الصحفيين الجديد الذين يسهمون بقصد مقدر في حمل راية الصحافة السودانية، ويجتهدون بجد للانتقال بها إلى آفاق جديدة تتسابق فيها تطورات مذهلة في عوالم الإعلام سواء وسائله أو محتوياته، واتساع دائرة
نفوذه المتزايد التأثير والمتجاوز للحدود السياسية والثقافية والاجتماعية، وذلك وسط تحديات جمة في فضائنا الوطني محاطة بالكثير من التعقيدات وعدم توفر الإمكانيات اللازمة التي تحد من انطلاق الجيل الجديد في ارتياد طموحاته غير المحدودة للحاق بذرة آية عصرهم. لقد ظلت العناية بشأن الجيل الجديد من الصحافيات والصحافيين الذين يستندوا على أقلامهم حاضر ومستقبل الصحافة السودانية تشكل أمراً بالغ الأهمية في أجندة مجلس أمناء الجائزة، وقد ظل التفكير والنقاش بشأنها مستمراً منذ تأسيسها حول أنجع السبل لإسهام الجائزة في تعزيز قدرات الشباب واستنهاض طموحاتهم، وهي مهمة جليلة تزع الجائزة لجدية لتسهم بقصدها في دفعها خطوات إلى الأمام. ونحن ندرك تحديات وتعقيدات أوضاعنا السياسية والاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية وانعكاساتها غير المحفزة على الوجه المطلوب لتطوير صناعة الصحافة، لا سيما الصحافة المطبوعة التي لا تقتصر على مجالنا الوطني بل تواجه تحديات وجودية مصيرية كذلك على المستوى العالمي. ومهما يكن من عظم هذه المصاعب فإنه في كل الأحوال لا غنى عن دور الصحافة والصحفيين مهما اتخذت من أشكال مستحدثة، ولا بديل عنها خاصة في بلدنا العزيز التي يتطلع شعبها الكريم إلى تحول ديمقراطي مستدام لن يتحقق على النحو المرجو بغير دور فاعل للصحافة تسهم به في ترسيخ دعائم الديمقراطية الحقة. سيداتي وسادة الحضور الكريم، وجائزة محجوب محمد صالح للصحافة السودانية وهي تسعى بكل همة وجهد حثيث لترسيخ فكرتها ودورها عام بعد عام بعد عام إسهاما في تطوير الصحافة السودانية بتشجيع التنافس الشريف بين محترفي العمل الصحفي في فئاته وفنونه المختلفة، فإن مجلس أمنائها سوف يواصل تداوله بين يدي الدورة الرابعة في تقييمه المستمر للتجربة وتجويدها وفتح آفاق جديدة أمامها. ومن بين مشاغله الملحة هذه المرة توسيع دائرة اهتمامات الجائزة بحيث لا تقتصر على التنافس على جوائزها فحسب، وذلك بدراسة إطلاق فعاليات مصاحبة على مدار العام تسهم من خلال برامج مبتكرة في تطوير مواهب وقدرات الصحفيين في مجالات تمس الحاجة لها لإطلاق طاقات الصحافة السودانية وإدارة حوار بناء حول قضايا وهموم المهنة. ولا شك أن مجلس الأمناء يسعد بتلقي الأفكار والآراء من المجتمع الصحفي ومن المهتمين للمجال في الفضاء العام لتحقيق هذا الهدف المنشود. ولا يسع مجلس الأمناء إلا أن ينوه مثمنا المجهودات الحثيثة التي بذلها فريق السكرتارية الهمام وللجان التحكيم التي عكفت بحيدة واستقلالية وفق معايير مهنية في تقييم الأعمال التي قدمت للمنافسة على جوائز هذه الدورة. وشكر وتقدير مستحق للمجتمع الصحفي الذي ظل يبدي اهتماما متزايدا وتجاوبا مقدرا مع الجائزة، لا سيما لفئة الشباب الذين تقدموا بأعمالهم للمنافسة في هذه الدورة. ولن اقتضت قواعد الجائزة أن تخصص لأعمال بعينها لتفردها، فإن الجميع فائزون لأن جهدهم وإسهامهم المقدر في تنوير الرأي العام دور متميز لا يحظى به إلا لمن انخرطوا في هذه المهنة العظيمة الشأن.
وخاتمة الشكر والتقدير مسكا تذهب إلى مجموعة دال صاحبة المبادرة الخلاقة في تأسيس هذه الجائزة ولدعمها المتصل لأعمالها الساعية لإعلاء شأن العمل الإعلامي وتكريم السلام عليكم ورحمة الله. جائزة محجوب محمد صالح تأتي تحت رعاية ودعم شركة دال الغذائية والتي أطلقت هذه المبادرة منذ العام 2017 إسهاما منها من القطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمع. الآن لشركة دال أيضا كلمة في شخص مدير الإعلام في شركة دال الأستاذ عمر عشاري أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رشيد سعيد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام، السيد محجوب محمد صالح عميد الصحافة السودانية، السيد إيهاب داود عبد اللطيف العضو المنتدب لشركة دال الغذائية، السيدات والسادة من الصحفيين والصحفيات في المؤسسات الصحفية المختلفة، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تأتي جائزة الأستاذ محجوب محمد صالح للصحافة السودانية هذا العام بعد أحداث جسام شهدها السودان على المستوى السياسي والاقتصادي والصحي، ولعل العالم كله قد راقب معنا التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد بعد ثورة ديسمبر المجيدة. وها نحن نلتقي مرة أخرى بعد التغيير في ظل واقع سياسي جديد يأتينا بكل بشرياته وتحدياته نجاحاته وإخفاقاته، إلا أن الشاهد في الأمر أن الشعب السوداني قد قرر أن يضع بلاده التي يحب على قضيب غطار من التنمية والانفتاح رغم محاولات التخريب وقطع الطريق، قرر أن يضعها على درب الدولة العصرية المحروسة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والثروة وتأسيس دولة المواطنة وحكم القانون، ولا يكون من الممكن تأسيس دولة بهذه المواصفات في غياب صحافة حرة ومستقلة تقوم المعوجة من الأمور وتنبه لمواضع الخلل وتضرب أوكار الفساد وتحرس جسد الوطن من أمراض ارتباكات الانتقالات السياسية. من الممكن جدا في ظل النظام الحالي الذي يقع على عاتقه مطابقة الشعارات بالأفعال أن تجد جائزة مثل جائزة محجوب محمد صالح مجالاً لأن تقدم مساهمة كبيرة عبر المنافسة والأنشطة المختلفة التي أقرها مجلس أمناء الجائزة المستقل. وأنا حينما أقول مستقل يعني عبر 3 سنوات من العمل في هذه الجائزة كان من الواضح تماماً حتى اختيار مجلس الأمناء تم من شخصيات مراسة صعب جداً معروفة وموجودة في المجال الثقافي والسياسي وعندها وزنها الأكاديمي وثقلها وكلمتها، بحيث أنه لا يمكن للشركة أن تتدخل في قرارات مجلس الأمناء. مجلس الأمناء هو الذي يدير هذه الجائزة بكل يعني مجالاتها المختلفة، القرارات التي تليها، حجب الجائزة، تكوين لجان التحكيم، كل ذلك من اختصاص مجلس الأمناء. يختصر دولة دال في رعاية هذه الجائزة والإيمان بها إنها ممكن تحدث نقلات حقيقية في تطوير الصحافة في السودان. ولعلي أنقل في هذه السانحة وبعد 3 دورات إصرار مؤسسة دال التي طرعت الجائزة أن تواصل نيتها الأكيدة في دعمها وتوسيع هذا الدعم ليشمل الأنشطة المصاحبة. يعني عندنا أفكار كثيرة، كان إنه يكون في كورسات بتاعت لغة إنجليزية للصحفيين، يكون في دورات تدريبية فيما يخص المجالات المختلفة للجائزة، وممكن تكون أحداث كثيرة يعني الناس عارفين أنها لها علاقة بالكورونا والتجمعات الجماهيرية وكذا حالت دون أن تكتمل هذه الآمال، ولكن هسه العالم بدأ في حالة من الانفتاح كذا، فحترجع الجائزة عبر مجلس أمناء أنها تعمل أو تحدث تغيير كبير غير المنافسة نفسها والجوائز بتاعتها.
أشياء كثيرة من شأنها أن تسهم في تدليل الصعاب التي تعترض دروب العمل الصحفي، وهي كثيرة. نذكر منها على سبيل المثال للحصر ما ظل يتعرض له الصحفيون تاريخيا وفي مختلف الأنظمة التي مرت على السودان من عنف وتضييق، ولعلنا نعمل أن نشهد هذا العهد واقعا مختلفا لبلاط سيدة الجلالة. وبلا شك أن الأمر لا يخلو من انتهاكات هنا وهناك، ذلك أن المعروف في الفترات الانتقالية والديمقراطية ازدهار العمل الصحفي ونجاة من العنف والقصد والتعتيم، وهذا بدوره يقودنا إلى إشكالات الحصول على المعلومات، وإنها وإن كانت في عهد سابق متكتم عليها وشحيحة لا تخرج إلا بمقدار، فإنها اليوم لغزارتها وتعدد مصادرها وبتعدد مؤسسات التحالف الحاكم وألسنته يكون التحدي قائما، وإن أخذ ذلك التحدي شكلا مختلفا فإنه يكون مما يشبه عهدا من الحرية والديمقراطية وفقا لما هو مضمن في الوثيقة الدستورية، وضوحا في تمليك المعلومات للصحفي وشفافية جديرة بعهد جديد دفع الشهداء ثمنا غاليا حتى يكون. لا ننسى أن نقول في هذا المكان كلاما صريحا، عاملين أن يجد أذانا صاغية من رفاق كان جل جهدهم البلوغ بالسودان لمرافئ العدالة والقانون والديمقراطية واستكمال المؤسسات، أن وجود الصحافة كسلطة رابعة يلقي على عاتقها واجبا والتزاما أخلاقيا أن تنقب وتبحث وتجادل وتكتب وتحقق عن غياب سلطات لم تكتمل كالسلطة التشريعية مثلا والمحكمة الدستورية مثلا. أود أن أقول في نهاية هذه الكلمة أن لدينا احترام كبير لكل الزميلات والزملاء العاملين في المجال الصحفي رغم تحدياته العديدة ومخاطره وضيق ذات يده من أجل تقديم خدمة صحفية يستحقها المواطن السوداني. إن العمل في ظروف قمعية في الماضي وظروف تغلب عليها الحرية في العصر الحالي، ولكن ينتاشها الاستقطاب الشديد وتعدد مراكز القوى، وبرغم ذلك أعداد غفيرة من الصحفيين والصحفيات وقفوا وقفة مشرفة في الانحياز لشرف الكلمة وضمير المهنة، مما يستحق منا تقديرا كبيرا واحتراما مستحقا. إن رحلة بلادنا نحو فجر الديمقراطية والحرية والدولة المدنية طريق صعب، ولكن الطريق يصنعه المشي، وها نحن رغم الأوحال والأثقال والتحديات كبيرها وصغيرها نمضي، وفي خاطرنا بلاد وسيمة لا نود أن نجرح خاطرها، وأمامنا رغم الصعوبات التي تبدو هنا وهناك فرصة تاريخية لا بد من اغتنامها، وإلا خسرنا الرهان الكبير. إن هذه الخطوات الكبيرة التي نود أن نخطوها لا تكون إلا بإيقاع كلمات صحفيين وصحفيات يرسمون طريقا للأمام، وعلى أسنة أقلام أخبارهم وتحقيقاتهم الصحفية وحواراتهم ومقالاتهم وتقاريرهم وصورهم الصحفية نستطيع أن ندرك مفاتنا، وأن نبلغ ما ينتظرنا من مستقبل من أجل خير السودان ومن أجل المواطن السوداني. شكرا جزيلا. الحضور الكريم، تأتي رمزية تسميتها باسم عميد الصحافة السودانية السيد محجوب محمد صالح يتناسب والأدوار العظيمة التي قام بها في هذا المجال وكفاحه الطويل من أجل حرية التعبير. لوزارة الثقافة والإعلام كلمة متمثلة في وكيل أول الوزارة الأستاذ رشيد سعيد يعقوب، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وأنا حقيقة سعيد بالمشاركة في هذا الاحتفال الخاص بالدورة الثالثة لجائزة الأستاذ محجوب محمد صالح للصحافة السودانية. وأعتقد أن هذا الاحتفال نحن نحتفي فيه على عدة مستويات وبعدد من القضايا. أولاً نحتفي بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص السوداني ممثل في شركة دال، والتي يعني ساهمت في أن تكون هذه الجائزة ممكنة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، وهذا شيء تشكر عليه مجموعة دال والقائمين على مجموعة دال. أيضاً نحتفي
بمجلس أمناء الجائزة الذي استطاع عبر استقلاليته وعبر العمل المهني الذي يقوم به أن يعطي لهذه الجائزة أيضا مصداقية كبيرة في أوساط الصحفيين والإعلاميين، وأصبحت هذه الجائزة أيضا مجال بينهم ومحفز للعمل بين الصحفيين والإعلاميين. لذلك أيضا الشكر للسادة أعضاء مجلس أمناء الجائزة على الجهد الكبير الذي يبذلونه من أجل أن تخرج هذه المناسبة بهذا المستوى. نحتفي أيضا عبر هذا اليوم بأستاذنا محجوب محمد صالح ومساهماته الواسعة في مجالات العمل الصحفي، وليس فقط في مجالات العمل الصحفي ولكن أيضا مساهماته في مجالات العمل السياسي والاجتماعي، وهي مساهمات لم تنقطع بدءا من مدرسة الأيام التي أفخر بأنني كنت أحد تلاميذها ولو لفترة قصيرة. لذلك كان من الطبيعي جدا أنه عندما اختارت وزارة الإعلام في عهد الثورة أن تكون لجنة استشارية لإصلاح قطاع الإعلام أن يكون على رأسها الأستاذ محجوب محمد صالح بكل ما يمثله، ومعه أيضا مجموعة من الأساتذة الصحفيين والقانونيين والخبراء في مجالات الإعلام وأساتذة الجامعات في مجالات الإعلام المختلفة. هذه اللجنة وبفضل جهد الأستاذ محجوب محمد صالح استطاعت أن تقدم لنا مشروعات القوانين الثلاثة التي يدور النقاش حولها حاليا: مشروع قانون الصحافة والمطبوعات، مشروع قانون الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومشروع قانون حرية الحصول على المعلومات، وهو جهد تشكر عليه الهيئة الاستشارية ولكن يشكر عليه الأستاذ محجوب محمد صالح الذي يعني كان له القصب السب والدور الكبير في أن تخرج هذه القوانين إلى حيز المناقشة الآن. ونحن ننتظر من اللجنة الاستشارية بقيادة الأستاذ محجوب الآن مشروعين للقوانين، هما مشروع قانون البث الإذاعي والتلفزيوني ومشروع قانون حماية الصحفيين. نتمنى أن يتواصل الجهد حتى تكتمل تشكيلة الإصلاح القانوني. أود أن أنتهز هذه الفرصة أيضا وأعلن أن وزارة الثقافة والإعلام قد أكملت مشروعات قوانين وتعديلات قوانين لثلاثة من القوانين الهامة المرتبطة بحريات الإبداع وحريات العمل الصحفي، وهي تعديلات قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تعديلات قانون المجلس القومي للغات القومية والتراث، وأيضا قانون جديد لمؤسسة السينما السودانية. هذه القوانين الثلاثة تم طرحها للنقاش العام قبل أن تدخل إلى الدائرة التشريعية في وزارة العدل ثم مجلس الوزراء ثم المجلس التشريعي أو الاجتماع المشترك إذا لم يكن المجلس التشريعي. الهدف من كل هذه القوانين والتي ساهم أستاذنا محجوب فيها هي أن نهيئ بيئة صحفية ملائمة تساهم في دفع وتطوير الصحافة والإعلام نحو إعلام مستقل وصحافة مستقلة ومهنية تتمتع بكامل الحريات. الجائزة أيضا نحتفي عبر هذه الجائزة أيضا بإنجازات زملائنا من الصحفيين والإعلاميين والذين دائما يعني كانوا في مقدمة جماهير شعبنا في كل نضالاته من أجل الحرية والسلام والعدالة. ومثل هذه الجائزة هي يعني مقابل بسيط لما ظل يقدمه الصحفيون من نضالات في كافة المجالات. في وزارة الثقافة والإعلام نعتقد أن المرحلة الحالية فيها كثير من التعقيدات. هذه الأيام نحن نعيش كثير من التعقيدات، لا أود أن أتحدث عنها بالتفصيل، ولكن وهي معلومة للجميع يعني سواء كانت التعقيدات السياسية التي نعيشها الآن أو التعقيدات الأخرى.
الصحافة مطلوب منها دور أساسي في هذه المرحلة، أن تنور جماهير شعبنا بحقائق الأوضاع، وأن تلقي الضوء على ما يجري، وأن تكون في المقدمة في تقديم الحلول. نحن الآن نعيش في وضع معقد، كثير من المخاطر تحيط بتجربتنا الانتقالية الوليدة التي نرغب جميعا في أن تصل إلى غاياتها بالانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة الديمقراطية، ولكن الآن الكثير من المشاكل تحيط بهذه التجربة، ونعتقد أن على الصحافة أن تتقدم الصفوف لتكون الجماهير على وعي وعلى معرفة بما يدور في كواليس السياسة السودانية والمخاطر التي تهدد الانتقال الديمقراطي حاليا. ختاما، التحية لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين على ما ظلوا يقدمونه من مساهمات. التحية مرة أخرى لشركة دال على ما ظلت أيضا تقدمه من مساهمات اجتماعية، والشكر أجزل الشكر لأستاذنا أستاذ الأجيال محجوب محمد صالح أيضا على ما ظل يقدمه، ولكم تحيات الأستاذ حمزة بلول الذي لم يستطع أن يكون بيننا لأسباب قاهرة هذا المساء. شكرا جزيلا. كلنا نعلم دور الصحافة الورقية في توعية المجتمع وتصحيح مسار الكثير من القضايا. الآن هي محاضرة عن مستقبل الصحافة الورقية في السودان، يقدمها الكاتب والصحفي وأيضا مستشار رئيس الوزراء الأستاذ فيصل محمد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة وسيدات مساء الخير. والحقيقة أنا عايز أطمئنكم إنها لن تكون يعني محاضرة طويلة، أنا الزمن المحدد 20 دقيقة، إن شاء الله أحاول أن أختصر قبل ذلك، لكن عايز أقول كلمتين في البداية. يعني أنا عضو مؤسس في مجلس الأمناء، ولم أكن محظوظا أن أحضر الاحتفالين السابقين، فأنا سعيد بأنه حضرت هذا الاحتفال. احتفالين السابقين كنت على سفر، وبالتالي لم أحضر لا الدورة الأولى ولا الدورة الثانية. الشيء الثاني، لعلها قصة مكرورة، أستاذ محجوب ذاته حافظة لأنه حكيت في حضوره كثير، لكن لازم أقولها. الحقيقة الواحد بيحس بالرهبة أنه يقف خلف لافتة مكتوب فيها أستاذ محجوب محمد صالح، وأمامه الأستاذ محجوب محمد صالح، ويقوم يتكلم عن الصحافة السودانية. حكيت مرة طرفة حصلت لي في جامعة أم درمان الأهلية، دعوني للحديث، يعني رابطة طلابية، دعوني للحديث بمناسبة الاحتفال بذكرى البروفيسور أحمد عمر بشير، أن أتحدث عن دور الصحافة السودانية في الحركة الوطنية. كنت أكثر شبابا وممتلي بثقة الشباب، عندي مرجعين في البيت، كتاب الأستاذ محجوب محمد صالح الصحافة السودانية في نصف قرن، وكتاب الدكتور محجوب عبد المالك رحمه الله باللغة الإنجليزية سودانا بريس ان سودان. فشلت الكتابين، قريتهم، حضرت مادتي، مشيت ممتلئ صيغه. لما جيت اطلع المنصه لقيت قاعدين استاذ محجوب محمد صالح والدكتور محجوب عبد الملك. حقيقة ما كلموني قالوا لي انه الاثنين موجودين يعني. فانا شعرت برهبه شديده جدا يعني. استاذ محجوب محمد صالح بلطفه المعهود حول نفسه الى مقدم للندوه. عمل مقدمة كده وقدمنا أنا ودكتور محجوب عبد الملك. ودكتور محجوب عبد الملك برضه هو رجل بحب الحكايات والونسة، فيعني جعلها ونسة، وتركوا لي المنصة الرئيسية يعني الحديث. كنت يعني حاسس بأنه أنا في امتحان، وكست الامتحان ما عدا هفوتين صححهما لي الأستاذ محجوب محمد صالح بعد انتهينا من الندوة. يعني نفس هذا الإحساس بشكل ما يراودني الآن وأنا أتكلم عن الصحافة السودانية يعني في حضوره. أنا بديت الكلام عن مستقبل الصحافة السودانية في السودان بنبذة صغيرة
عن الصحافة السودانية بشكل عام، معروف طبعا بداياتها، وزي ما قلت مرجعنا هو كتاب الأستاذ محجوب محمد صالح، الصحافة السودانية في نصف قرن، عمرها الآن 118 سنة، يعني أصبحت جدة كبيرة في السن، لأنها بدأت في 1903. في بعض الباحثين حاولوا يجدوا لها الاستشهاد ببعض النشرات أو الموضوعات التي ظهرت قبل ذلك، ولكن يعني كل الباحثين والأكاديميين اللي بعد كده ابتدوا يدرسوا تاريخ الصحافة وكنت من بينهم، اعتمدنا التاريخ الذي اعتمده الأستاذ محجوب محمد صالح بصدور صحيفة السودان عام 1903، باعتبار هذه البداية الحقيقية للصحافة حسب التعريف العلمي لكلمة صحافة، وبالتالي عمرها الآن 118 سنة، ربما يكون واقعها الآن لا يشابه هذا العمر الطويل لأسباب ممكن نذكرها. معروف أنه بعد إعادة غزو السودان وسقوط الدولة المهدية، أوعز الحاكم الإنجليزي لأصحاب دار المقطم في مصر، اللي هم دي كانوا مجموعة من الشوام أسهموا في بداية الصحافة في مصر، أن يأتوا إلى السودان ليبدوا صحيفة سودانية، فأنشأوا صحيفة السودان عام 1903. بعد كده طبعا استمرت لفترة في التعريف الأكاديمي، قاعدين نقول هذا هو تاريخ بداية الصحافة في السودان، لكن الصحافة السودانية يتم التاريخ لها بظهور صحيفة حضارة السودان 1918-1919، لأنه دي كانت صحافة أجنبية، لكن الصحافة السودانية بدأت بحضارة السودان، كانت صحيفة سودانية الملكية، سودانية التحرير، سودانية الاهتمامات بالتالي والقراء، وأرست على يد الأستاذ حسين شريف الصحفي السوداني الأول هذا الإرث والتاريخ الطويل. الصحافة السودانية عاشت عمر طويل، عمر طويل، وأعتقد أنه إسهاماتها معروفة جدا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ظلت موجودة في كل العهود، تعرضت للتقلبات الحياة السياسية في السودان، أنظمة عسكرية ديمقراطية، أنظمة عسكرية، عاشت كل هذه التقلبات أثرت عليها، لكنها ما تراجعت وما تنازلت عن دورها، حتى في أصعب اللحظات قطعا أي مؤرخ يعني منصف حيجد أن الصحافة السودانية والصحفيون السودانيين كانوا دائما في مقدمة شعبهم في كل هذه الظروف، ما غابت عن قراء، حدث تأثير بالتأكيد عليها من الأنظمة المختلفة، لكنها ظلت موجودة حاضرة ومواكبة. لو لخصنا مميزات، أهم مميزات الصحافة السودانية، أعتقد نمرة واحد إنها كانت تجربة سودانية خالصة ما عدا البدايات، بدايات 1903، لكن بعد ذلك ظلت هذه الصحافة تجربة سودانية خالصة شابهة للبيئة السودانية وللطبيعة السودانية وللتجربة السودانية. لو قارناها بالصحافة في بلاد أخرى بنجد عندها تأثيرات من الخارج، حتى في مصر الصحافة السودانية بدأت بتأثيرات من الشام، معظم البدايات الصحفية في مصر كانت لشوام، حتى الأهرام أنشاها الأخوان تقلة من الشام، ناس دار المقطم يعقوب صروف شاهين وكاريوس فارس نمر، فيها تأثيرات من الشام ومن تركيا ومن غيرها. الصحافة في الخليج فيها تأثيرات من كل الدول العربية، ستجد أنه صحفيين من السودان ومن مصر ومن الأردن ومن فلسطين ومن سوريا ومن لبنان أسهموا فيها. الصحافة السودانية مع عدا البدايات ظلت بعد ذلك تجربة سودانية خالصة تشبهنا ونشبهها. في أحيان كثيرة جدا ممكن الناس يشيروا الجريدة السودانية ويكونوا غاضبين يغرنوها بجرائد برا، يعني فقاعد أقول لهم تشبهنا، يعني ليش معنى دائرة الصحافة السودانية تكون بتشبه الجريدة الفلانية في البلد الفلاني؟ هي حقيقة بتشبه الواقع السوداني بكل ما فيه. النقطة الثانية، الصحافة السودانية تميزت باستغلاليتها من التبعية الحكومية، ودي ميزة، تعرضت لضغوط تأميم إصدار صحف حكومية، لكن التجربة الأطول في حياة الصحافة السودانية ظلت مستقلة من التبعية الحكومية من الملكية الحكومية. يعني مثلا من 1903 لحد 1970 الصحافة مستقلة من تبعية الحكومة، ما عدا تجربة صحيفة الثورة التي صدرت في أيام عبود وما عاشت عمري طويل وما أثرت. صحيح الصحف مرات بتوقف بيمارس عليها ضغوط لكنها ظلت، ثم بعد التأميم من 85 استمرت برضو، جاءت فترة الإنغاز وقف الصحف، أصدروا صحف حكومية لفترة، فشلت التجربة ففتحوا الباب، ولذلك العمر الأطول في تاريخ الصحافة السودانية
هو أمر فيه استغلالية، بعكس مثلا الإذاعة والتلفزيون، لأنه نشأت مؤسسة حكومية 40-1 وسنة 40-41 مش كده يا برافع على شو وظلت باستمرار مع تغلب وتغير الحكومات، شمولية ديكتاتورية ديمقراطية، هي جهاز حكومي، ولذلك الطابع ده موجود في الإذاعة والتلفزيون، الطابع الحكومي، بينما الطابع المستغل أعتقد أنه ظل مسيطر على الصحافة السودانية وظاهر في ظروف كثيرة جدا. بالتأكيد ممكن نقول أنه برضو الصحافة السودانية نتيجة للتغلبات السياسية افتقدت الاستمرار والمؤسسية، الانقطاعات اللي بتحصل، يعني يجي نظام سياسي يوقف الصحف، يخرج الناس، تعود الصحف بعد كم سنة ترجع، الانقطاعات دي أثرت على أنه ما في مؤسسية. يعني الأهرام في مصر هي الأهرام اللي صدرت عملها الأخوان تقلى حتى الآن، استمرت في كل العهود، موجودة كمؤسسة، ولذلك مؤسسة ضخمة. أخبار اليوم صدرت في الأربعينات مستمرة، دار الهلال من أصدره جورج زيدان موجودة كدار مؤسسة وغيرها، في استمرارية تتغير الأنظمة وتتعامل معها، لكن هنا بيحصل انقطاعات. فمثلا نقول الرأي العام صدرت من الأربعينات، لكن عمليا حقيقة اللي كانت بتصدر دي ما هي الرأي العام القديمة، توقفت الاسم بس، لكن ما في استمرار للمؤسسية، ودي مشكلة. صحيفة الأيام حصلت فيها انقطاع طويلة بعد التاميم إلى أن عاد أستاذ محجوب إصداره بإمكانيات شحيحة بعد ذلك، وهكذا. فالانقطاعات دي خلت إنه ما في مؤسسية، وده أثر على الصحافة السودانية، على إمكانية إنها تكون مؤسسة كبيرة وقائمة بذاتها. أربعة، معظم ناشري الصحف كانوا إما من الصحفيين أو من هواة الصحافة، ما دخلت استثمارات كبيرة في المؤسسات الصحفية، ما دخلت استثمارات. الناس مرات ممكن يفتكروا دي إيجابية إنه الصحف ظل يملكها صحفيين أو هواة الصحافة، لكن دخل ناس إيهاب دير ما دخلوا كمستثمرين، والصحافة كصناعة ضخمة دائرة استثمارات، فافتقدت الاستثمارات الضخمة، لذلك ظلت تعمل باستمرار بإمكانيات محدودة ما كبيرة، عكس بلاد أخرى كان ممكن يكون فيه صناعة صحافة باستثمارات ضخمة جدا. أخيرا، واحدة من الحاجات المهمة في الصحافة إن الصحافة تعرضت لنزيف بتاع هجرات، يمكن من أكثر القطاعات السودانية اللي فيها نزيف بتاع عقول وهجرات وكوادر، نتيجة للتقلبات السياسية اللي أثرت عليها، مرات انعدام الحريات، ونتيجة للعائد المالي الضعيف. يعني في حالة استنزاف مستمر، يعني بالذات ممكن أقول من الثمانينات حتى الآن، باستمرار الكوادر المدربة المؤهلة بتخرج إلى الخليج ولا إلى أوروبا ولا غيره، وبالتالي الصحافة بتعاني من غياب الكوادر. دي مقدمة. النقطة الثانية اللي أتكلم فيها عن انتشار الصحافة الإلكترونية ولا الصحافة الأونلاين في العالم وتأثيرات على الصحافة الورقية. مع بداية ظهور الإنترنت وانتشاره ابتدت تظهر الصحافة الإلكترونية أو الأونلاين جورناليزم. في البداية ما أثرت تأثير كبير على الصحافة المطبوعة لأنه انتشاره كان محدود، لكن مع انتشاره نتيجة لظروف أخرى اقتصادية عانت منها الصحافة المطبوعة، ابتدت الصحافة الأونلاين أو الصحافة الإلكترونية تؤثر على الصحافة المطبوعة، والمسألة دي ظاهرة عالمية وليس ظاهرة سودانية محلية، في كل دول العالم. بريطانيا مثلا صحيفة زي الاندبندنت، صحيفة معروفة وكده، سنة 2016 توقفت عن الصدور الورقي واكتفت بأنها تصدر أونلاين، ما قدرت تواكب. في صحف قدرت تمزج بين الاثنين، يعني ديلي تيليغراف، فاينانشال تايمز في بريطانيا بيقدمون نموذج استطاعوا أن يحافظوا على النسخة المطبوعة ويطوروا نسخة إلكترونية بالاشتراك، وبيجي يتشايلوا مع بعض مستمرة، معظم الصحف بيجي تعمل الاثنين. أمريكا فيها مؤشر واضح جدا للهبوط، يعني في التسعينات كان متوسط توزيع الصحف اليومية في أمريكا في اليوم 60 مليون نسخة، ده كان البيك بتاع توزيع الصحف في بداية التسعينات، 60 مليون نسخة. 2020 السنة الفاتت متوسط توزيع النسخ اليومية من الصحف في أمريكا 20 مليون نسخة، معناها نقصت بمقدار التلتين، 66.6% في حوالي يمكن 20 سنة، ولسه في ضرب حاصل في توزيع الصحف برضو، يمكن ما انقطعت تماما،
نتيجة لأنه في نشاط اقتصادي، في إعلانات قدروا يشايلوا بعض. بتلقى الصحف الورقية الأساسية نيويورك تايمز، واشنطن بوست، لوس أنجلوس تايمز لسه بيصدروا، بيزاوجوا ما بين النسخة الإلكترونية وكده. في مصر القريبة دي التأثير برضو، مصر لسه الصحف الورقية موجودة لكن برضو في تأثير. يعني في قبل شهرين يوليو أوقف الصحف المسائية، والناس اللي عاشوا في مصر بيعرف أنه تقليد الصحف المسائية كان تقليد مهم. الناس بيطلعوا من السينما الساعة 9:30 10 مساء بيشتروا الأهرام المسائي ولا جريدة المساء ولا الأخبار المسائي، وأوقفوها في يوليو نتيجة لأنها بقت ما قادرة تنافس، فأوقف الصحف وخلوها صحف إلكترونية. وإن كان الصحف اليومية المعروفة بالإضافة للصحف المستقلة صدرت بعد ذلك ما تزال بتصدر، لكن التأثير بتاع المبيعات عليها موجود التأثير، لكن برضو نتيجة لأنه في إعلانات، في حراك اقتصادي، في صناعات ضخمة، في استثمارات، الإعلانات قدرت تشيل عبء على الجرائد فما زالت موجودة، لكن التأثير عليها حصل بشكل كبير جدا. بعد ذاك الصحفيين ذاتهم معظمهم بيجوا يطوروا قدراتهم. مصري فيها الظاهرة بتاعت تلقى الصحفي شغال في الأهرام ولا الأخبار ولا الجمهورية والشروق ولا المصري اليوم، لكن شغال في 3-4 صحف إلكترونية أونلاين بيزيد بها دخله، وبالتالي قادر على المواكبة. صحفيين ذاتهم استطاعوا أنه يقدروا يواكبوا. لو جينا بالنسبة للسودان، أفتكر أنه بداية الصحافة الإلكترونية بدت مع بداية دخول الإنترنت في منتصف التسعينات، في بعض المواقع الإلكترونية المعروفة اللي كانت بتنشر الأخبار، منها مثلا كان سودان دوت نت، ده كان أشهر موقع، أول موقع تقريبا عرفناه كده إنه ممكن تلاقي فيه الأخبار في منتصف التسعينات، كان بيعمل زول من برا، أفتكر مهم نقول اسمه معاز عطسيد، أنا ما أعرفه هسه وين، لكن بالنسبة لنا في ذلك الوقت كان شخصية مشهورة، كان ده أول موقع نحن عرفناه في الصحافة إنه بنلقى فيه أخبار السودان. بعد ذلك جاءت المواقع اللي كان عندها منابر حوار وبيسموه البورد، زي سودانيز أونلاين، سودانايل، سودانيات، كان بيكون عندهم بورد أو منبر للحوار ناس بيشاركوا فيه، لكن أيضا عندهم صفحات إخبارية، يمكن يكونوا ما كانوا مواقع إخبارية بالأساس لكن خصصوا صفحات للأخبار، وبالتالي بيجوا يتشايلوا. الناس كانوا سودانيين بيحبوا الحوار أكثر، يعني سودانيز أونلاين مشهور بأنه منبر للحوار لكن عنده صفحات إخبارية، وجات مواقع أخرى تانية أسهمت في هذا الموضوع. لكن لعله أول موقع إخباري متخصص كان سودان تريبيون، أنشأه صديقنا الأستاذ محمد ناجي من باريس في فترة مبكرة جدا من الألفينات، ده كان موقع إخباري متخصص باللغة الإنجليزية، فاستمر بالإنجليزي لسنوات، بعد ذاك عمل منه نسخة عربية وما يزال موجود سودان تريبيون. وأعتقد أنه سوداناي برضو كموقع إخباري أعقبوا، ثم بعد ذلك الصحف الورقية أصدرت نسخ إلكترونية، بقت الظاهرة أنه نفس الصحافة الإلكترونية، الصحافة وغيرها والرأي العام وغيرهم عندهم نسخ إلكترونية، فبقت ظلت المسألة مواكبة كده. دي كانت المرحلة الثانية، أنه الصحف الورقية كان عندها مواقع إلكترونية. جاءت المرحلة الثالثة بتاع الصحف إلكترونية ما عندها نسخ ورقية إنما صادرة إلكترونيا، وأفتكر أنه ممكن نقول زي حريات، الراكوبة، التغيير، دي كانت البيونيرز الأوائل في هذا المجال بعد سودان تريبيون، واستطاعوا أن يكتسبوا قراء، وإن كان كثير منهم كان بيعتمدوا على مواد، يعني الراكوبة تعتمد على المواد المشهورة في الصحف، ما كان عندها مادة بتاعتها، ودي ظلت مشكلة كبيرة لأنه مسألة حقوق المؤلف وكده والملكية الفكرية، الثقافة دي ما منتشرة كثير، لكن مثلا دي في قامت بعض المواقع الإلكترونية هي بتنقل من الصحف اللي عندها مواقع إلكترونية لكن ما بتصنع أخبار، ما عندها محررين، ما عندها صحفيين، إن كان المسألة دي في الفترة الأخيرة تغيرت. بعد كده جاء ظهرت ناس باج نيوز وغيرها وظهرت مواقع، الآن في عدد كبير جدا من المواقع الإلكترونية المتخصصة ما بالضرورة مرتبطة بصحف ورقية، واللي فيها عدد من المحررين بعضهم قادر تكوب، قادر يواكب، وبعضهم أفتكر أنه بيعاني لأنه لحد هسه الإعلان في الصحف الإلكترونية المؤسسات الاقتصادية والصناعات وكده ما اقتنعوا يمكن بجدوى بدرجة كبيرة قليلة، يعني المواقع اللي بتلقى عندها إعلانات قادرة تشيل
هذا العبء. طوال هذه الفترة ما بدأ أن الصحافة الإلكترونية مهدد للصحافة الورقية، يعني الناس كانوا بيفتكروا أن الصحافة الإلكترونية دي للسودانية المقيمين بالخارج لأنه ما بيلقوا الصحافة الورقية فهم اللي بيعتمدوا عليها أكتر، لكن المواطن القاعد جوا ده طالما بيلقى الجريدة في المكتبة وفي ما بيميل للصحافة الإلكترونية، وبالذات الرهان كان على أجيال، في أجيال مننا والأجيال السبقتنا وجيلنا اعتاد على الصحافة الورقية، بالتالي ممكن يكون ما معتاد على الصحافة الإلكترونية، ولذلك الرهان إنه الجيل لسه إلى أن ينقرض الصحافة الورقية ستظل موجودة، يمكن لما نجي الأجيال الجديدة اللي بتعتمد على القراءة في الإنترنت وكذا يمكن المزلة بالنسبة لها تكون مختلفة. لكن الحقيقة إنه نتيجة لأسباب أخرى كثيرة الصحافة الورقية شهدت تراجع كبير جدا في السنوات الأخيرة. يمكن نتخذ الانفصال جنوب السودان في 2011 كمؤشر للتراجع ده، لأنه بالأرقام هتكتشف أنه فعلا في تراجع، والحقيقة ذاته كان مؤشر لتراجع الحريات الصحفية 2011، يعني الفترة بتاعت نيفاشا كان فيها مش حريات واسع جدا للصحافة السودانية، بمجرد قيام دولة جنوب السودان وانفراد مرة أخرى المؤتمر الوطني والإنغاز بالحكم حصلت هجمة ضخمة جدا على وقاسية على الصحافة السودانية، إيقافة واعتقالات ومطاردات ومصادرات وإيغاف، فده أثر على الصحافة بشكل مباشر، وابتدت بعد ذاك باستمرار في عملية بتاع التراجع في حجم مبيعاتها وحجم توزيع. لما وصلنا إلى 2017 كانت ظاهرة الصحافة الإلكترونية والمواقع قد بدأت في الظهور، وزي ما قلت ظهرت صحف إلكترونية ما عندها نسخ ورقية بقت تأثر. المسألة دي صاحبها انتشار واسع لشبكة الإنترنت والاستخدام الموبايل الهاتف الجوال، دي مرتبطة ببعضها البعض، لأنه في الأول الناس كانوا لازم يقروا الصحف الإلكترونية في كمبيوتر، وما أي زوج كان عنده أكسس لكمبيوتر، كانت محدودة الانتشار. لكن لما ظهر الهاتف الجوال الموبايل وظهرت فيه خدمة الإنترنت فبقى الناس ما محتاجين للديسكتوب كمبيوتر ولا لابتوب، بيعتمدوا على الموبايل، ده ساعد على انتشار الصحافة الإلكترونية وساعد على اعتماد الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، مش بس المواقع الإلكترونية لكن وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك الناس اللي بيستخدموا إنستغرام، بعد كده جاء الواتساب والذي عمل نقلة ضخمة جدا، يعني ممكن الناس يتكلم عن إنه ما بروفيشنال أخبار ممكن تكون مختلقة غيره، لكن تناقل السودانيين للأخبار في الواتساب نسبة أعلى من كثير جدا من دول، الناس بيندهشوا في أوروبا وفي أمريكا لما تقول إنه أكبر مصدر للأخبار الواتساب، لأنه بالنسبة لهم الواتساب محل الونسة الاجتماعية ما محل تناقل الأخبار، لكن عمل تأثير كبير حقيقة في السودان، فبزاد طبقة الشباب اعتمادهم بقى عليه كبير. هذا الأمر انعكس سلبا على الصحافة المطبوعة، اختفى بعضها وتراجع نسب المطبوع في بعضها الآخر، وابتدت من ذلك الوقت التساؤلات هل هناك مستقبل الصحافة الورقية؟ أنا لقيت استطلاع عمله صحفي بهرام عبد المنعم سنة 2017 لوكالة الأناضول، ولقيت أنه عندي فيه إجابات على أسئلة هل من مستقبل الصحافة الورقية. كان رأيي في ذلك الوقت أنه لسه الصحافة الورقية عندها عمر آخر في السودان، نتيجة لأنه إحنا ما عندنا إنفراستراكشر أو بنيات أساسية قوية، الكهرباء في مناطق كثيرة في السودان ما في، خدمة الإنترنت ما واصلة حتات واسعة، بالتالي الكلام عن أنه الصحافة الإلكترونية هتحل محل الصحافة الورقية ده ممكن ينطبق على بلاد أخرى، لكن السودان لسه الصحافة الورقية عندها عمر. دي كانت قراءة سنة 2017، لكن المؤشرات يقول غير كده، يعني لو أخذت آخر قراءتين لتوزيع وطباعة الصحف، آخر تقرير عمله مجلس الصحافة والمطبوعات كان 2019 عن سنة 2018، بيتكلم عن تراجع كبير في توزيع الصحف الورقية، الانخفاض وصل حوالي 23 مليون نسخة من العام البسبقه اللي ده كان حاجة بتاعت كم 30% تراجع من عام للعام بعده. في 2018 عدد الصحف المطبوعة 59 مليون، قول 60 مليون، الموزع منها حوالي 36، يعني حوالي 60% تقريبا
من التوزيع، وده كان فيه زي ما قلنا تراجع كبير. الوقت ده كان عرض الصحف كبير. التقرير في ذلك الوقت كان بيفتكر انه التراجع ده سبب الاوضاع الاقتصاديه، انه ارتفاع تكلفه مدخلات الطباعه والصحافه، وفي نفس الوقت انخفاض السوداني خلى ما قادر يشتري الجرائد. نحن اشتغلت فتره قصيره في الخليج لما كانوا مرات الاخوه اللي في صحافه الخليج من غير السودانيين بيشوفوا جرائدنا ويقولوا انه جرائد اخراجها وطباعاتها وكده متخلفه، فكنت برد بانه الجرائد دي الناس بيقفوا لها صف في المكتبه، جرائدكم المصغوله الجميله الطباعه دي انا ما قاعد اشوف لي زول شايله في يده يعني. لكن الظاهره دي مع الاوضاع الاقتصاديه ابتدت كما ذكرنا في التراجع. ايضا واحده كانت من الظواهر اللي بقت مغلقه في ذلك الوقت انه 80% من المطبوع يوزع في العاصمه، كل اغاليم السودان ما بتاخذ أكثر من 20%، دي برضه كانت ظاهرة بتاع التراجع. في التقرير 2019 اللي بيتكلم عن 2018 كان أعلى الصحف توزيعا 14,000 نسخة يوميا، وده رقم مخيف جدا لو رجعت بسنوات سابقة. أنا بذكر من تجربة شخصية، عندما جاءت الإنغاز وتم إيقاف الصحف أنا كنت أعمل في صحيفة الخرطوم، نحن كنا بنطبع ما بين 60-80,000 نسخة ومطلوب مننا زيادة، وفي ذلك الوقت كان في عدد كبير جدا من الصحف، وما كنا الصحيفة الأولى أفتكر بالرغم ده، ما كنا الصحيفة نمرة واحد. فالآن في 2018-2019 على الصحف توزيع كان بتوزع 14,000 نسخة وتليها صحف تانية. الإحصائية المتوفرة لعام 21 نصف منتصف هذا العام، يعني 6 شهور الأولى من عام 21 أكثر سوداوية، ويعني بتقول بشكل واضح جدا وكأن الصحافة ذاهبة إلى انقراض. جملة المطبوع حوالي 6,700,000 في 6 شهور. في 2018-2019 كان جملة المطبوع في سنة 60 مليون، يعني إذا قسمنا نصفها في 6 شهور 30 مليون، الآن حوالي 7 مليون، بنسبة تراجع كبيرة جدا. الموزع الفعلي 4,500,000 من 6 مليون. متوسط الموزع اليومي من الصحف 42,603، كل الصحف متوسط الموزع 42. أنا بتكلم عن يوم سنة 89 جريدة الخرطوم كان بتوزع 60 إلى شوية واحدة من بين جرائد تانية كثير. الآن مجمل الموزع حوالي 42 مليون، 42,000 في اليوم من كل الصحف في كل السودان، بنسبة انخفاض كبيرة جدا حوالي 77%. على الصحف توزيعا بتدق في حوالي 10,000، لكن المتوسط 3,000-4,000، وده برضه حاجة مخيفة جدا. إذا شفنا أسباب التراجع والتدهور الكثير ده عنده أسباب متعددة، واحد منها طبعا التذبذب بتاع مؤشر الحريات الصحفية. لسنوات سابقة كان في هجمة على الصحف، التراجع في الحريات الصحفية، وبالتالي ده بيخلي الصحف بشكل ما بتفقد المصداقية عند القراء، لما القراء ما يلقوا ما يرغبون في متابعته في الصحف فيلجوا إلى الفضائيات والإنترنت وغيره فيقل مبيعات الصحف. الأوضاع الاقتصادية الضغط على المواطن المستهلك بقى ما بيقدر يشتري، مواطن زمان ممكن يشتري 5-6 جرائد، الآن الجريدة سعرها ما بين 80-100 جنيه، فدي مغامرة يعني إنه زول يشتري كذا رغيفة ولا يشتري جريدة. فمع التدهور في سعر العملة والتدهور في مستوى معيشة المواطن بقى الزول ما بيقدر يشتري جرائد، وبالتالي دي برضه أثرت عليه. وبالإضافة طبعا لارتفاع تكلفة مدخلات الطباعة خلت التكلفة دي عالية جدا، الجرائد ما بتقدر تطبع كميات كبيرة، بتطبع حاجة محدودة على قدر شوية الإعلانات اللي عندها، وتبيع بسعر زي ما قلت من 80-100، الناس ما بيقدروا يشتروا. صاحب ده ظاهرة اسمها تأجير الصحف في مكاتب الحكومة والشركات في وسط الخرطوم، بيجوا بعض الصحف بيأجروا الجرائد، يخدتها لك في المكتب لمدة ساعة أو ساعتين، خدت لك 6-7 جرائد تقرأها كلها وتدفع مبلغ بسيط جدا مثلا 100 جنيه، هو بشيل الجرائد دي بيشي رجع المكتب، المكتب بترجع على الجريدة، فبيكون الناس قروا جرائد لكن ما دفعوا
مقابلة للصحيفة. فظاهرة التأجير دي نتيجة لارتفاع التكلفة بقت ظاهرة معروفة جدا. في واحدة من الحياة المؤثرة جدا منذ سنوات طويلة هي انهيار شبكة التوزيع. دي واحدة من الحياة المؤثرة. ما زمان الناس كانوا يلقوا الجريدة جنب بيتهم. يعني هسه في زول إذا لقى جنب بيتهم ممكن يشتري، لكن ما مستعد يتعب. شبكة التوزيع انهارت بشكل تدريجي منذ التسعينات إلى إنه حتى بقى ما في أكشاك في الأحياء، ولم كيف وسط الخرطوم بصعوبة عشان تلقى أنت كشك. فانهيار شبكة التوزيع نتج عنه إنه الصحف ما قادرة تصل للناس، والناس ما حريصين عليها إذا ما وجدوها قريبة منهم. برضو أخيرا ممكن يكون من الأسباب تدهور مستوى الخدمة الصحفية المقدم. الأخبار بقت الجرائد ما بقت تنافس في الأخبار. وسائل التواصل الاجتماعي، صحافة الأونلاين، الفضائيات بتنقل الخبر في ثواني. فأنا ما ممكن أجي أشتري جريدة تاني يوم عشان ألقى فيها نفس الخبر بتاعه مبارح. لازم تعوضني بخدمة بتاعت متابعة تقريرية أوسع، بتحليل أوسع، بصحافة استقصائية، بتحقيقات. فما لم تطور الصحافة قدراتها، الحاجة اللي أنا بلقاها في الأخبار مبارح بجي ألقاها في الجريدة الليلة ما عندها قيمة، ما عندها معنى. فلازم مستوى الخدمة الصحفية اللي بتقدم الجريدة يكون مغنع للناس عشان يشتروه، وده مع الأسف فيه تدهور كبير. ما في تحليل، ما في صحافة استقصائية، ما في تحقيقات معمقة، الاعتماد على صحافة الرأي والأخبار اللي أوريدي الناس عرفوها. ما بعد الثورة تغير المشهد الصحفي، اختفت صحف، ظهرت صحف جديدة. رغم أنه مؤشر الحريات تحسن، لكن الوضع الاقتصادي ما تغير، يمكن تدهور بشكل أكبر، وبالتالي شكل الوضع الاقتصادي تحديدا هو الضربة القاضية على الصحافة. ضائقة اقتصادية، تدهور قيمة العملة، ارتفاع تكلفة الإنتاج، زي ما قلت سعر الصحيفة 80 إلى 100 جنيه، الناس بيكونوا ما قادرين على شراء. في بعض الصحف كان بتعتمد على دعم من النظام السابق، افتقدت هذا الدعم فلم تستطع الاستمرار فتوقفت. ثم جاءت الضربة القاضية بجائحة كورونا. جائحة كورونا كان فيها حالات تحت إغلاق كامل أو جزئي، خلاله توقفت الصحف عن الصدور، وده أثر عليها اقتصاديا. عندما زالت الظروف في بعض الصحف أصلا تاني ما صدرت، ما قدرت ترجع، وبعضها ظهر بإمكانيات محدودة وضعيفة، يمكن بصورة سميتها أنا خجولة. لو ختمت، أعتقد أنه الصحافة الورقية فيما تبقى لها من عمر يعني محتاجة لبعض الخطوات، جزء من أصحابها وجزء من الدولة. أعتقد أنه الكلام اللي كان بيتقال زمان عن دمج بعض الصحف في بعضها البعض، الآن في حوجة له حقيقية. لو جمعوا الناس بحيث أن يجمعوا الخبرات والإمكانيات في حتة واحدة ممكن يساعد شوية في إطالة العمر. الدولة مفترض تعالج أمر الضرائب ومدخلات الإنتاج بحيث أنها تساعد. إذا خرجت من الورق وقلت أنا شخصيا عندي تجربة في المسألة دي، لما كنت في وزارة الثقافة والإعلام دعيت الناشرين إلى اجتماع واستمعت إلى شكاواهم وقدموا مقترحات، وقمنا قلنا لهم شكلوا لجنة تعيد صياغة المقترحات دي، نشيل نمشي نقعد مع وزارة المالية مع الضرائب كده، لكن حتى اليوم لا ما عادوا بهذه اللجنة. أيضا أفتكر أنه دخول الدولة كمستورد للورق كداعم لعملية الطباعة وصناعة الطباعة ممكن تساهم بشكل ما في إطالة عمرها. التوزيع العادل للإعلان وللاشتراكات ده ممكن يساهم، بالإضافة طبعا لزيادة جرعة التدريب والتأهيل للصحفيين عشان ترفع قدراتهم في المجالات اللي ممكن يسدوا فيها، يقدموا خدمة صحفية في الصحافة الأونلاين أو في التلفزيونات ما مقدمة. شكرا جزيلا، وأمل الله أكون قد أثقلت عليكم. شكرا أستاذ فيصل محمد صالح، وحديث عن تاريخ وأيضا مستقبل الصحافة الورقية في السودان وعصارة تجارب الأستاذ فيصل محمد صالح. نستعد الآن لحظات إن شاء الله حتكون قادمة هي لتوزيع الجوائز والإعلان عن الفائزين. ثلاثة جوائز لكل جائزة أو فائز حيكون قيمة جائزة 7000 دولار. بطلب من المشاركين الجلوس في جانب واحد إن شاء الله استعداد لتقديم الجائزة. الآن تقرير لجنة التحكيم، وده بيتمثل في تقرير عن الأعمال كانت هي مشاركة في هذه الجائزة. تقدم التقرير الأستاذة أماني أبو سليم.
تفضلي. الحضور الكريم حييكم في هذه الأمسية التي تشهد يعني حدث إعلامي وصحفي في غاية الأهمية، وهو جائزة عميد الصحافة السودانية أستاذنا محجوب محمد صالح. أتقدم لسيادتكم بهذا التقرير المختصر عن أعمال لجنة جائزة محجوب محمد صالح للصحافة السودانية، ذلك إنه الوقت لا يسمح باستعراض كامل التقارير الثلاثة والتي تم تسليمها لمجلس أمناء الجائزة. أبدأ بمختصر تقرير جائزة التحقيق الصحفي في 13 عمل صحفي، منها 3 أعمال في الصحافة الإلكترونية و10 أعمال في الصحافة الورقية، وذلك بعد استبعاد الأعمال التي لم تستوفي شروط المنافسة. كون مجلس أمناء الجائزة لجنة تحكيم في مجال التحقيق الصحفي من الآتي أسماءهم: الأستاذة إنعام محمد الطيب، والأستاذة لبنى عبد الله إبراهيم أحمد، والأستاذ التاج عثمان الخليفة. درست اللجنة التحقيقات التي تقدمت للمنافسة ووجدت أن معظم المواد لم تستوفي عناصر إعداد التحقيق من حيث استيفاء آراء كافة المصادر ذات الصلة بالمواضيع المطروحة، وعدم وجود إحصاءات في بعض الأعمال المتقدمة، مع إدراج الآراء الشخصية للصحفي أو الصحفية في بعض التحقيقات، مما يقدح في حياده أو حيادها تجاه الموضوع. بعض المواد المتقدمة كانت عبارة عن تقارير واستطلاعات لم تستوفي شروط التحقيق الصحفي كشكل من أشكال العمل الصحفي، كما أن بعض الأعمال المتقدمة أهملت العمل الميداني، كما ابتعدت بعض الأعمال عن اللغة التحريرية المحترفة لهذا الشكل من أشكال العمل الصحفي. بعد فحص كل الأعمال المتقدمة وإعمال المعايير المختصة في هذا المجال من مجلس أمناء الجائزة ولجنة التحكيم، خلصت وباتفاق جميع أعضاء اللجنة أن التحقيق الفائز الذي سيعلن لاحقاً قد استوفى شروط المواكبة والإحاطة، وأن موضوع التحقيق يهم كافة شرائح المجتمع، وعمل على إيراد جميع أطراف التحقيق، كما اشتمل على جهد ميداني وإحصائي جعله متقدماً على كل الأعمال المتنافسة. أوصت اللجنة بأن يهتم مجلس أمناء الجائزة والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات بهذا المجال، وأن يخصص له المعينات اللازمة باعتباره من أهم أشكال العمل الصحفي. هذا بخصوص مجال التحقيق الصحفي. أما ما يخص المنافسة في مجال الكورونا في أي شكل من أشكال العمل الصحفي، كون مجلس أمناء الجائزة لجنة التحكيم من الآتية أسماءهم: البروفيسور منتصر الطيب، والأستاذ ياسين حسن بشير، وشخصي أماني أبو سليم. فحص أعضاء اللجنة 8 أعمال تناولت وباء العصر كورونا، وبعد استبعاد الأعمال الغير مستوفية لشروط الجائزة، وإضافة فحص أعضاء اللجنة 8 أعمال تناولت وباء العصر كورونا بعد استبعاد الأعمال غير مستوفية لشروط الجائزة، وإضافة لشروط مجلس الأمناء
فحص أعضاء اللجنة 8 أعمال تناولت وباء العصر كورونا بعد استبعاد الأعمال غير مستوفية الشروط، وإضافة لشروط مجلس الأمناء وضعت اللجنة المعايير التالية لفحص وتقييم الأعمال المتقدمة والتي لخصتها في التالي: وجود رسالة في مضمون العمل الصحفي، وتقديم معلومات علمية مهمة خاصة بوباء كورونا، وأن تحتوي المادة على ما يرفع الوعي في المجتمع عن الوباء والتعامل معه، وعلى أن تكون المادة الصحفية جاذبة وأن يشتمل العمل على إحصاءات. قامت اللجنة بوضع معايير وأوزان ليصبح تقييم العمل الصحفي من 20 درجة. استناداً على ذلك اتفقت لجنة التحكيم على منح الجائزة للمتقدم الذي سيعلن عن اسمه بعد قليل. فيما يختص بالمجال الثالث وهو الصورة الصحفية، بالإضافة لأفضل تصميم لصحيفة ورقية وموقع إلكتروني، كون مجلس أمناء الجائزة لجنة التحكيم من الآتية أسماء: الأستاذ بدني جاهوري، والأستاذ مازن بري، والأستاذ أشرف الأزهري. بعد تطبيق معايير مجلس أمناء الجائزة ومعايير لجنة تحكيم الصورة الصحفية والتصميم الصحفي، والتي راعت أهمية الصورة وخدمتها للموضوع الصحفي وفائدته بالنسبة للبلاد والمواطنين، خلصت اللجنة لحصول الفائز على الجائزة لأنه تناول عبر صورته الصحفية موضوعا يعتبر من أهم المواضيع التي تهم المواطن السوداني، ولا نستطيع التفصيل أكثر بذلك لأن ذلك سيكشف الفائز قبل إذاعة اسمه. جدير بالذكر أن التقديم لهذه الجائزة انحصر في متقدمين 2 فقط، الأمر الذي حمل اللجنة أن تتقدم بتوصيات أهمها ضرورة الاهتمام بمجال الصورة الصحفية والتي تراجع دورها في العمل الصحفي في السودان شقيه الورقي والإلكتروني، إذ أصبح الاعتماد جله على الصور الموجودة في الوسائط لغياب المصورين المهتمين بهذا المجال في المؤسسات الصحفية. منحت اللجنة جائزة التصميم الصحفي لصحيفة سيعلن عن اسمها بعد قليل. يعتبر هذا التقرير مختصرا من تقارير متكاملة للجان الثلاث قدمت لمجلس الأمناء ليدعم تطوير العمل الصحفي في البلاد، ونلاحظ قلة الأعمال التي تقدمت للمنافسة، وذلك لشرط حصر المنافسة بين الصحفيين الشباب، وهو ما قرره مجلس أمناء الجائزة هذا العام تشجيعا للشباب وتعبيرا عن الاهتمام بهم. نهنئ الفائزين جميعا ونشكر جميع المتقدمين ونتمنى لهم فوزا في قادم الجوائز، وشكرا جزيلا. جاءت لحظات إعلان الفائزين بجائزة محجوب محمد صالح. أطلب من الأستاذ محجوب محمد صالح الصعود إلى المسرح. الأستاذ رشيد سعيد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام، تفضل. أستاذ سمية المطبعجي عضو مجلس الأمناء. أستاذ إيهاب داود العضو المنتدب لقطاع الأغذية لمجموعة دال، تفضلوا إلى المسرح. مجالات منح الجائزة في هذه الدورة هي عن التحقيق الصحفي، وأيضاً الصورة الصحفية، وأيضاً أفضل تغطية صحفية لموضوع الكورونا، وجائزة أيضاً هي تقديرية في مجال التصميم الصحفي. عدد 3 جوائز، كل جائزة تحمل قيمة $7,000 لكل فائز. عدد من المشاركين في الجوائز: نقول ألف مبروك مقدما للمشاركين والفائزين بجائزة محجوب محمد صالح للصحافة السودانية في الدورة الثالثة. قائمة الفائزين بالجائزة في التصميم العام صحيفة الحداثة.
وهم يتسلمها الأستاذ شمس الدين ضوى البيت، وهي جائزة تقديرية مقدمة من شركة دال. في مجال الصورة الصحفية الفائز هو مؤمن محمد المكي. ألف مبروك مؤمن. مبروك مؤمن، حياة عملية موفقة. في مجال أفضل تغطية صحفية لموضوع كورونا، الفائز هو محمد عبد العزيز مصطفى. في مجال التحقيق الصحفي الفائزة هي انتصار فضل الله عثمان. ألف مبروك لكل الفائزين، حظ أوفر وموفقين إن شاء الله في الدورات القادمة. شكراً للحضور، شكراً لكم أستاذ محجوب محمد صالح، أستاذ رشيد سعيد، أستاذ إيهاب داود، أستاذ سمية المطبعجي. بإذن الله دورات قادمة هي أنجح وأفضل لكل المشاركين فيها. الآن واحدة من الفرق المميزة والمختلفة يعتبر هم سفراء النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة. نحن اليوم في حضرة فرقة يعمل على رفع الوعي وتعزيز الأهداف الإنمائية المستدامة، وأيضا يساعد في بعث رسالة قوية تدخل قلوب وأذهان الناس في جميع أرجاء السودان. هذه الفرقة تنشر السلام والمحبة من خلال الموسيقى، موسيقى تستهدف المجتمع وقضايا المجتمع. نرحب مع بعض بفرقة أصوات المدينة الموسيقية الشعبية. أنا بس استدراك بسيط، الصحف اللي بينتموها الفائزين محمد عبد العزيز طبعا من صحيفة الديمقراطي، وانتصار من انتباهة، ومؤمن من التيار، والتصميم العام طبعا صحيفة الحداثة. دي حاجة طبعا بتزعدنا إنه يكون في تنوع في الصحف، إنه الناس ما يكونوا من نفس الصحيفة. في أربع صحف سودانية هي المثلة أو مثلوها الفائزين. أتمنى أنكم تستمتعوا بعرض
فرقة أصوات المدينة. شكراً.